بودكاست، سلسلة بودكاست حول ويكيبيديا ومجتمع ويكيميديا. أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، أهلا ومرحبا بكم معنا في بودكاستكم الشهري ويكي بودكاست، البودكاست الذي يلقي نظرة على عالم ويكيبيديا الموسوعة الأكبر في تاريخ البشرية. في كل حلقة سنتعرف وإياكم على موضوع جديد، برنامج جديد، أعضاء جدد. الحلقات ستكون بلغات ولهجات متعددة كاللغة العربية واللغة الأمازيغية والدارجة المغربية. أنا لبنى أتومس، عضوة مجموعة مستخدمي ويكيميديا المغرب. في حلقة اليوم سنكتشف عالم إدارة وسياسات ويكيبيديا العربية من خلال حوار مع السيدة فاطمة الزهراء، إدارية بويكيبيديا العربية، وذلك للحصول على معلومات تمكننا من فهم أفضل لكيفية العمل داخل ويكيبيديا وكيفية إدارتها والسياسات المتخذة من أجل تعزيز جودة المقالات وتوفير المعلومات للمستخدمين. أتمنى أن تستمتعوا معي ورفقة ضيفتي. ويكيبيديا العربية هي النسخة العربية من موسوعة ويكيبيديا، انطلقت في 9 يوليو 2003 ووصل عدد مقالاتها إلى حدود اليوم أكثر من 1,218,000 مقالة. تحتل ويكيبيديا العربية المركز 16 من حيث أضخم الويكيبيديات حسب عدد المقالات، والمرتبة 8 من ناحية العمق، متجاوزة بذلك نسبة العمق في ويكيبيديا الروسية والإيطالية والألمانية والإسبانية وغيرها، وتتلقى نسبة 1.2% من حجم زوار ويكيبيديا حول العالم. مجهود ليس بالهين، عمل جاد ومتواصل، متطوعون من مختلف بقاع العالم، مقالات في جميع المجالات والتخصصات، مقالات عن الأدب، الفن، العلم، الطب، تاريخ، جغرافيا. من أجل تنظيم كل ما سلف ذكره لابد من إدارة محكمة ومنهجة. أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، أدعوكم للانضمام إلينا في هذا العدد من برنامجكم ويكي بودكاست للتعرف على عالم إدارة وسياسات ويكيبيديا العربية. ومن أجل ذلك سأرحب بضيفتنا العزيزة سيدة فاطمة الزهراء. سيدة فاطمة الزهراء، مرحبا بك. أهلا بك لبنى. مرحبا بك السيدة فاطمة، شكرا على قبولك الدعوة. في أول الأمر أود أن أسألك عن تجربتك في الكتابة على ويكيبيديا. دخلت المساهمة، يعني دخلت الويكيبيديا بواحد الشكل، يعني سجلت حساب ديالي في ويكيبيديا صدفة، يعني ما كنتش دايرة أنني ندخل في ويكيبيديا أو أنني نحرر أو أنني نضيف شي حاجة. كنت دخلت وكنت في البداية ديالي بحال أي مستخدم آخر مشاغب وما تضيف حتى شي حاجة، وكنت كنتلقى تنبيهات وما كنتش كنلقى يعني في البداية ديالي مساعدة، يعني مساعدة باش أنني نزيد نخدم في ويكيبيديا. وهذا الشيء اللي خلاني أنا نقرر أنني نبقى في ويكيبيديا غير باش نتعلم كيفاش نحرر فيها وصافي ونمشي ونخليها، وباش نتجنب هذوك التنبيهات وذاك الشيء اللي تنبيهات. وهذا أول حاجة بديت بها هي أنني طالعت السياسات والدروس ديال التحرير، ويعني واحد المدة من بعد بديت كناخد بهذوك النصائح وكنطبقها، وبديت شوية شوية، وكانت التعديلات ديالي مثلا كنقدم كنساهم بعشرة ديال التعديلات، كيتحذف واحد، كيتحذفوا 10 تيتقبل واحد، مقالات اي مقاله تنشات تتحذف. وبقيت هكا حتى بديت كنتحسن يعني وكنفهم شويه وهذا، وحصلت على صلاحيه ديال مراجع تلقائي. من بعد
بديت كنساهم بشكل اكثر، وبديت كنحاول يعني كنشوف التخريبات، كنحاول نسترجعها وهذا. هنا عاود تحصلت على صلاحية ديال مسترجع. من بعد بديت كان مع انني كنسترجع التخريبات، وبديت كنفهم اكثر في السياسات، وبديت كنحرر اكثر وتنشارك اكثر. من بعد ما استوفيت الشروط ديال الصلاحية ديال المحررة، حصلت على الصلاحية ديال المحررة. ومن بعد بديت كنهتم اكثر بالاعمال الإدارية، وبديت كنشط اكثر، تنشارك في النقاشات اكثر، حتى تم الترشيح ديالي للإدارة، ومن بعد يعني وليت إداري. جميل جدا سيدة فاطمة الزهراء، جميل جدا العمل اللي كتقومي به، وجميل جدا هذا الفضول ديالك اللي خلاك ما شاء الله تولي إدارية من الإداريين ديال ويكيبيديا العربية. شيء جميل جدا. كيف ما قلت في التقديم أنه وحسب الإحصائيات الواردة فإن ويكيبيديا تتضمن أزيد من 1,200,000 مقالة، جوج المليون وربعمائة ألف عضو. ما هي أبرز المقالات الشهيرة أو المواضيع التي تميز ويكيبيديا العربية؟ ويكيبيديا هي واحد الموسوعة متنوعة وتتهتم بجميع المجالات، يعني ما كاينش مواضيع محددة أو تتميز بها الموسوعة، وبما أن المساهمة فيها تطوعية ومفتوحة أمام الجميع فما يمكنش لينا نرغم المساهمين فيها على التركيز في مواضيع محددة. الكل تيساهم حسب الاهتمامات ديالو، مما تيخلي ويكيبيديا موسوعة متنوعة وتتميز في العديد من المجالات. وكإضافة كاين واحد القائمة في ويكيبيديا العربية تتعرض أكثر المقالات مشاهدة خلال السنة، ولا لاحظنا في هذه القائمة تنلاحظ أن أكثر المقالات مشاهدة تكون متنوعة وفي مجالات مختلفة. شكراً سيدة فاطمة الزهراء. هنا ما هي السياسات المتبعة في ويكيبيديا العربية للتحقق من صحة المعلومات وجودتها؟ لأنه كيف ما كنعرفوا لالا فاطمة الزهراء أنه كاينين بزاف ديال المقولات تقولوا أن المعلومات اللي كيتحطوا في ويكيبيديا كتكون غير صحيحة وماشي دائما موثوقة. شنو ممكن تقولي لنا على السياسات اللي تتبعها ويكيبيديا باش تحقق من صحة المعلومات؟ نقدروا نقولوا بأن المساهمات في ويكيبيديا العربية تتنقسم لجوج ديال الأنواع. النوع الأول هي مساهمات تساهم بها أشخاص تتكون عندهم صلاحيات تحريرية، والنوع الثاني هي مساهمات تساهم بها أشخاص غير مسجلين في الموقع أو تيكون مسجل ولكن ما عنده حتى شي صلاحية تحريرية. وبخصوص هذا النوع الثاني، ويكيبيديا العربية تتعتمد نظام التعديلات المعلقة، بحيث أن التعديلات ما تتنشرش مباشرة، تتبقى غير مرئية للعامة حتى تراجعها وتتأكد من صحة المعلومات والمصادر ديالها أحد المساهمين الحاصلين على صلاحية تحريرية داخل الموسوعة. مع العلم أنه ما تتقبل حتى شي معلومة على الموسوعة إلا إذا كان عندها مصدر موثوق، وحتى المصادر ما يمكنش تضيف أي مصدر وصافي، كاين مجموعة من الشروط خاصها تكون تتوفر في المصدر باش يتقبل، حيث خاص يكون المصدر موثوق وقابل للتحقق، بما معناه سهل نوصل ليه ونتحقق من صحة المعلومات الواردة فيه، ويمكن لأي شخص آخر تقرأ المقالة يوصل بسهولة للمصادر ويتحقق منها بنفسه. الموسوعة متشددة بزاف بخصوص توثيق المعلومات، وكاين مجموعة ديال السياسات والإرشادات اللي تتنظم هذا الجانب من ويكيبيديا. سيدة فاطمة الزهراء، قبيلة فاش هضرتي لينا على التجربة ديالك تكلمتي لينا على كيفاش أنك مشيتي من مستخدمة عادية بديتي تتحري توليتي إدارية، ياك، وقلتي لنا انه تم انتخاب عليك والتصويت عليك باش انك وليتي اداريه. هنا غنطرح السؤال ديال كيف يتم انتخاب وتعيين المشرفين والاداريين في ويكيبيديا العربيه، وما هو دورهم في اداره المشروع؟ كاين مجموعه ديال الشروط اللي خاصها توفر في المستخدم المرشح للاداره، ومنها اهمها خاص المستخدم يكون حصل على صلاحيه محرر
وهي أعلى صلاحية تحريرية، وتكون عنده دراية مهمة بالسياسات والسير العام ديال الموسوعة، ويكون مهتم بالأعمال الإدارية داخل الموسوعة. وطبعا كاين مجموعة من الشروط الأخرى يمكن لأي شخص تتوفر فيه هاد الشروط يترشح للإدارة بشكل ذاتي، أو يقوم بالترشيح ديالو أحد الويكيبيديين. شرط يكون تحقق سواء المترشح أو الشخص اللي باغي يرشح شي واحد آخر من الزملاء ديالو المعايير اللي سبق وذكرتها أو اللي تتنص عليها ويكيبيديا العربية. تقوم المجتمع بالتصويت على هذا الشخص، وفي حالة إذا نجح التصويت تحصل المترشح على صلاحية الإدارة. وهنا تتكون عنده مجموعة من المهام اللي تقوم بها الإداري، من أهمها صيانة محتوى الموسوعة وحمايتها من التخريب، وأيضا تطبيق سياسة الموسوعة من منح الصلاحيات للمستخدمين المؤهلين، حماية الصفحات اللي تتعرض لبزاف ديال التخريب، منع المستخدمين اللي تيقوموا بالتخريب وغيرها. نعم فاطمة الزهراء، هنا بغيت نسولك كيف يتم تحديد القوانين والمصادقة عليها؟ تقوم مجتمع ويكيبيديا بصياغة السياسات، وهي مجموعة ديال القوانين اللي تنظم شؤون ديال ويكيبيديا العربية والمجتمع ديالها. تتكتب هذه السياسات بعد نقاشات واسعة وبناء على خبرات طويلة ديال محررين الموسوعة. وفي ويكيبيديا العربية أغلب السياسات تتم الترجمة ديالها من النسخة الإنجليزية، وطبعا تتم تعديلها بحيث تكون مناسبة للمجتمع العربي. من بعد الانتهاء من كتابة مسودة ديال السياسة تتطرح على المجتمع حيث تتخضع للنقاش والمراجعة والتنقيح، ثم من بعد تتطرح للتصويت وتتعتمد كسياسة رسمية في حالة إذا نجحت التصويت. هنا فاطمة الزهراء بغيت نسولك على شنو هما السياسات المتعلقة بالتعديلات الجديدة على المقالات والمساهمات الجديدة في ويكيبيديا العربية، لأنه كيف ما كنعرفوا فاش يلاه المستخدم تيصاوب الحساب ديالو وتيبدا يدير تعديلات وكيحاول أنه يصاوب مقالات، دونك ضروري تيكونوا واحد السياسات اللي تيأثروا بما أنه جديد وزعما أول مقالة ليه أو لأول تعديل ليه في ويكيبيديا. صحيح. وكما سبق لي وذكرت من قبل، ويكيبيديا العربية تعتمد نظام التعديلات المعلقة بحيث المقالات والمساهمات الجديدة ما تتنشرش مباشرة، تبقى غير مرئية للعامة حتى يراجعها أحد المحررين اللي تتكون عندهم خبرة. وصحيح أن المقالات الجديدة تتكون منشورة على الموقع، ولكن تتوضع واحد القالب في الأعلى ديال الصفحة توضح أن هذه المقالة غير مراجعة وأن المعلومات اللي فيها تقدر ما تكونش صحيحة. فاطمة الزهراء، هنا في الاول غادي نعاود نرجع معاك شويه البدايات ديالك، وانت قلتي لنا انه بعض المرات كتكتبي 10 المقالات يلا كتقبل الوحده وكيترفضوا الاخرين، واش ما تيجيكش ان هنالك اجحاف بحق المستخدمين الجدد الويكيبيديا بهاد السياسات هادو؟ لانه كاين اللي كيجيه احباط اون فوا كيترفض ليه الاول والثاني والثالث صافي ما كيبقاش باغي يكتب. من نظرك واش هاد السياسات هادو ما تنقصوا شويه من العزيمه ديال المستخدمين الجدد؟ صحيح كيف ما قلت، يعني ممكن ان المستخدم يحس بالاحباط من بعد ما كتحذف ليه واحد المقاله اللي ممكن مثلا يكون واحد المده هو كيخدم عليها، ولكن يعني هاد السياسات هادي كتكون يعني هي كتنظم الموسوعه، ويعني مثلا يعني المستخدم قبل، حنا كنكونوا يعني المستخدم قبل، يعني قبل فاش كيتسجل في الموقع كتوصلوا واحد الرساله في صفحه النقاش ديالو اللي كتكون فيها مجموعه ديال الوصلات، اللي الى قراه هو هذيك الرساله غيقدر يقرا السياسات وداك الشيء اللي خاصو يدير. ومن اهمها انه الى قرا غير الدروس ديال التحرير اللي كتكون في ويكيبيديا راه غيقدر يتجاوز بزاف ديال هاد، يعني غيقطع واحد الشوط وغينقص عليه داك العذاب اللي كيتعرض ليه في الاول. ومن ناحيه اخرى عاوتاني،
يعني المقالة باش كتكون مخالفة راه ضروري ما غادي تتحذف. يعني وأيضا كاين واحد كاين صفحة خاصة باسترجاع المقالات، يعني مثلا المقالة واخا تتحذف ممكن أن المستخدم يقدم طلب وممكن أننا نسترجعوها، وكاين يعني ممكن أن كاين محررين وكاين إداريين اللي يقدروا يعاودوا يعاونوه باش يعاود يكتبها بواحد الطريقة اللي صحيحة. ومؤخرا يعني مثلا أنا في البداية ديالي ما كانش واحد البرنامج ديال الإرشاد، مؤخرا كاين واحد البرنامج ديال الإرشاد كيكونوا محررين كيقوموا بالإرشاد ديال هاد المستخدمين الجدد، كيكونوا بحال الأساتذة ديالهم وكيكونوا كيتابعوهم، يعني كيتابعوهم تعديل تعديل وتوجهوهم، وهذا كيخلي يعني كنلاحظ أنه تيسهل على المستخدمين الجدد العمل في ويكيبيديا. هنا فاطمة الزهراء بغيت نسولك على كيفاش كتعاملوا أو كيفية التعامل مع التعديلات والمساهمات التي تثير الجدل أو تتعارض مع السياسات المعمول بها في المشروع ديال ويكيبيديا. بالنسبة لويكيبيديا كما ذكرت سابقا هي متشددة جدا تجاه توثيق المعلومات الواردة فيها، وأي تعديلات تتعارض مع سياسة التحذف مباشرة، وحتى كاع إذا كانت مقالة كاملة تطرح بدورها لنقاش الحذف وتتعاود التقييم ديالها كليا أو جزئيا. بالنسبة للتعديلات المثيرة للجدل، ويكيبيديا هي محايدة ما تستدعم حتى شي طرف سياسي أو ديني أو طائفي أو عرقي أو غيره. فاش تكون شي تعديلات مثيرة للجدل، تحاول المجتمع عرض جميع وجهات النظر حسب المصادر ديالها. في النهاية احنا ما تنحاولوش نحسموا الجدال، وإنما تنقدموا المعلومات المتوفرة حول الموضوع حسب المصادر ديالها، مع المحاولة قدر المستطاع عرض جميع وجهات النظر بواحد الشكل اللي هو متوازن. شكرا فاطمة الزهراء على الجواب ديالك. كيف ما كنعرفوا ان ويكيميديا او ويكيبيديا العربيه فيها بزاف ديال المجموعات، هنالك العديد من المجموعات في ويكيبيديا، مثلا مجموعه مستخدمي ويكيميديا المغرب، الامارات، الجزائر وغيرها من المجموعات. كيف تتعامل ويكيبيديا العربيه مع النزاعات والتوترات داخل مجتمع المساهمين؟ لانه كيف ما كنعرفوا كاين بزاف المجموعات، دونك عادي بعض المرات كيكون بعض الخلافات بعض المشاكل، فكيفاش كتعامل معها ويكيبيديا العربيه؟ كاين مجموعة ديال الإرشادات والسياسات تتعلق بفك النزاعات والتوترات داخل المجتمع، وهي كتنص دائما باش يكون هناك يعني واحد النقاش متحضر ومحترم بين الأطراف اللي كيكون بيناتها شي مشكل أو نزاع، وفي حالة ما قدروش يوصلوا بيناتهم لحل الوسط يقدر يطرحوا الموضوع على المجتمع ديال ويكيبيديا، أو يطلبوا تدخل ديال واحد الطرف ثالث محايد لحل هذا النزاع، كما يمكن للإداري يتدخل أو أحد الويكيبيديين المساعدة. نعم فاطمة الزهراء، كيفاش كتعامل ويكيبيديا العربية؟ أو لو كاينين سياسات معينة تتعامل بها مع الإشهارات والترويج للمنتجات والخدمات على ويكيبيديا العربية؟ لأنه إحنا كيف ما كنعرفوا ما تلقوش إشهارات، دونك واش كاينة واحد السياسة اللي كتأثر هاد القضية هذه؟ نعم، كاين مجموعة ديال السياسات اللي تتمنع المساهمة الترويجية. ويكيبيديا ماشي منصة للدعاية أو الإشهار، وبالنسبة للمقالات والتعديلات اللي تكون الهدف ديالها دعائي تحذف مباشرة، وأيضا تيتم منع حتى الشخص يقوم بهذه المساهمات بشكل دائم. من ناحية أخرى، كاين سياسة متعلقة بالمساهمات المدفوعة داخل الموقع، بحيث خاص المستخدم اللي تقوم بالمساهمات المدفوعة يعترف بأن المساهمات ديالو مدفوعة في الصفحة ديالو الشخصية، ويذكر هذا الشيء في ملخص التعديل ديال كل مساهمة تيقوم بها، وأيضا تيكون الوقت كله تحت المراقبة باش تنتأكدوا أن المساهمات ديالو يعني متناسبة مع السياسة، وأنه ما تيقومش بالدعاية أو الترويج. وفي حالة كان شي شخص تيقوم بالمساهمات المدفوعة بلا ما يعلم المجتمع، غالبا ما تيتعرض الحساب ديالو للمنع،
إما أن هذا النوع من الحسابات يكون مخصص للتحرير فقط، ما كيكونش لها يعني، ما يمكنش لها تنضم المجتمع ويكيبيديا وما تعتبروش أعضاء. شكرا فاطمة الزهراء على الجواب ديالك مرة أخرى. هنا بغيت نسولك على أنتي كمحررة، شنو هما المواضيع اللي كتكتبي فيهم أكثر؟ يعني أنا في البداية ديالي كنت كنهتم بزاف بالمقالات اللي كتعلم اللي كتعلق بالرسم، ولكن من بعد لقيت الشغف ديالي في المقالات المتعلقة بالطب، وأكثر يعني أكثر المقالات اللي كنحررها هي المقالات الطبية، وحتى المقالات اللي متميزة أو مختارة عندي في المقالة كتلقى كلها يعني يعني هي كلها طبية. هنا لدي سؤال آخر متعلق بالمحتوى المغربي على ويكيبيديا العربية، كيفاش كيجيك المحتوى المغربي؟ يعني بالنسبة للمحتوى المغربي كنشوف أنه محتاج بزاف أنه يتم التحديث ديالو ويتم يعني إعادة الكتابة ديالو، وكاين بزاف ديال المواضيع اللي محتاجة أننا نطوروها في الموسوعة اللي كتعلق بالمغرب، أو لأن اللي كتخص أننا نكتبو عليها أكثر، كيف ما أنه محتاجين أكثر حاجة محتاجينها هي توثيق المعلومات، بحيث أن مثلا مقالات ديال المغرب اللي كتعلق بالتراث والتاريخ كتعرض لواحد التخريب كبير، بين يعني واحد الصراع كيكون بين الجزائر والمغرب ديال من هادي وديال من هادي، فاحنا أكثر حاجة محتاجينها يعني تقريبا بزاف ديال المقالات اللي كتعلق بهذا الشيء، بالثقافة ديال المغرب والتاريخ ديالو كتكون معرضة، يعني كتكون المقالات ديالها محمية وما كيقدرش أي واحد يعدل عليها بسبب هذا الصراع هذا اللي كاين، فما كرهناش انه يكون واحد التوثيق لهذه المعلومات اكثر، اننا نوثقوهم اكثر واننا نكتبوا اكثر على نطوروا اكثر هذا المحتوى واننا نوثقوه ونساليو هذا يعني يكون واحد المصادر موثوقه ونساليو هذا الجدال اللي كاين، يعني اكثر الجدالات اللي كتكون في ويكيبيديا هي هاد المقالات هادو اللي كتعلق بالثقافه ديال المغرب، يعني الجزائر والمغرب، وكيكون بزاف ديال التخريب والتحريف وهذا، فيعني ما كرهناش تكون يعني نقوم بشي ورشة أو شي حاجة باش نقوم بتوثيق هذا النوع ديال المقالات ونعاود الكتابة ديالها ونزيدو نكتبو أكثر على يعني نزيدو نكتبو حيت كاين بزاف ديال المقالات اللي مازال خصها تزيد تكتب. في الحقيقة فاطمة الزهراء، هادو من بين المشاكل اللي كنعانيو منها في ويكيبيديا المغرب. اللي نبغي نقول هنا ونبغي نفتح واحد القوس وأدعو المستمعين ومستمعاتنا الكرام أنهم ينضموا لنا في المجموعة ويحاولوا تاهم يكتبوا ويساهموا في تصحيح المعلومات أو لا في نشر المعلومة وجعلها متاحة للجميع، لأنه في الأخير إحنا الهدف ديالنا هو أن نشر المعلومة الصحيحة والموثوقة أيضا. فاطمة الزهراء، ككلمة أخيرة شنو ممكن تقولي لنا؟ شكرا لك أولا لبنان، وكنتمنى نكون قدرت نعرف أو نبسط هذا الشيء ديال المعلومات والإدارة ديال ويكيبيديا العربية للناس اللي تتسمع لهذا البودكاست، وشي حاجة زوينة يكون عندنا واحد الفضاء توفر المعلومات بشكل مجاني ويمكن لأي شخص يساهم فيه بشكل حر ويمكن لأي شخص يوصل بسهولة، لذلك من الضروري تكون هناك يعني واحد العديد من السياسات والقوانين اللي تنظم العمل أو الفضاء. بغيت نقول أن تحرير في ويكيبيديا العربية شي حاجة اللي سهلة ومحتاجة فقط أنك تفهم السياسات، وتنتمنى أن الناس تزيد تنضم وتهتم أكثر لويكيبيديا وتعطي من وقتها ولو غير نص ساعة، ونشاركوا المعرفة ديالنا ونساهموا مجموعين في نشر المعرفة بشكل مجاني وحر، وخاصة المغاربة ما كرهتش نشوف أكثر يعني المغاربة في الموسوعة، كون يعني المغاربة يكونوا نشيطين، كون أن المحررين المغاربة في الموسوعة ديال ويكيبيديا العربية كيتعدى على الأصابع، فما كرهتش نشوف مغاربة أكثر وصافي. شكرا، شكرا لك مرة أخرى فاطمة الزهراء، شكرا على الحضور ديالك معنا، شكرا على تقاسمك المعلومات معنا ومع المستمعين ديالنا، شكرا على العمل اللي كتقومي به في ويكيبيديا العربية.
وأيضا نبغي نشكر جميع المحررين وجميع من يتقاسم المعلومات على ويكيبيديا، سواء المغاربة أو الأجانب، لأنه في الأخير الهدف ديالنا هو واحد، نشر المعلومة الصحيحة والموثوقة وجعلها متاحة للجميع. شكرا لكل من استمع إلينا ووصل لنهاية الحلقة. كنتم مع الحلقة 9 من برنامجكم ويكي بودكاست. نتمنى أن تكونوا قد قضيتم وقتا ممتعا معنا. نتمنى أن تنضموا إلينا في قادم الحلقات. شاركوا الحلقة مع أصدقائكم. أعطونا آراءكم وتعليقاتكم حول الحلقة. شكرا لكم، ونلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله من ويكي بودكاست مع لبنى.